هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا جايبه لكم النهارده العزال بتاعي. يعني انا ناويه اعزل واسيب البيت وهج وهاجي ابات عند اي حد فيكم. الغرض من الفيديو بتاع النهارده ان انا تسألت سؤال بقالي كام يعني فتره كده، سوق الكروشيه او الهاند ميد عامه نايم بشكل غير طبيعي غير طبيعي. مفيش تفاعل لا على قنوات ولا في جروبات ولا في جروبات بيع ولا في محلات المستلزمات، وفي كساد رهيب. هو ده كساد عالمي، يعني اللي حاصل ان في كساد عالمي في الدنيا كلها، ان الاسعار غالية جدا. فطبعا غلو المعيشة بقى علينا كلنا في مصر وبره مصر، يعني حتى الدول العربية والدول حتى الدول الأجنبية، في كساد وركود عام. يعني ايه؟ ما تتخضوش ان دي مشكلة مثلا خاصة بينا احنا هنا في مصر، لا لا لا، دي مشكلة عالمية. فطبعا الركود العام ده سبب ان الاسعار زادت، التجار رفعت اسعار الخامات، ودي غصب عنهم يا جماعه، انا بعذرهم. ما بتكلمش في التجار الجشعه اللي كانت مخزنه خيط مثلا بسعر وبيبيعوا النهارده بسعر، وحتى لو هم عملوا كده بعضهم برضو معذورين، لان الموسم بالنسبه لهم انضرب ضرب تام. الناس دي مش عارفه تشتغل ولا تبيع، وطبعا كلهم فاتحين بيوت. يعني اذا كنا احنا بتوع الهاند ميد بنشتغل مثلا قطعه كده قطعه كده، لا، دي ناس فاتحه محلات كبيره وبالجمله وفاتحين منها بيوت فعلا. فهم مضرورين اكتر مننا في قصه الغلو الخامات. يعني ما نفكرش ان احنا كمان مضرورين، ان احنا مثلا بنشتري بكرتين 3 كيلو، لا، دي ناس يعني انضرت في اطنان خيوط واقفة عندها، والجمارك زادت والدولار الدولار الجمركي زاد عليهم. فبرضو نعذرهم شوية، يعني ايه، ان كتر خيرهم طبعا ان الاسعار غالية على الكل. وفي بقى اتجاه عام تاني، ان انا طبعا مش هروح اشتري خيط وانا محتاجة اولويات تانية في بيتي. وده طبعا يعني التفكير الاقتصادي العميق صح جدا 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 جدا. بقينا بندور على البدائل الرخيصة. يعني مثلا لو انا معوده ولادي على حاجه معينه، لا، بنستبدلها بحاجه تانية ارخص، وده طبيعي وده عادي. ولو ما عملناش كده نبقى ده جهل مننا، ومش عيب ولا غلط. ومش عيب ان انا اعود ولادي ان لا، ما فيش دلوقتي معيش، فيحترموا ده. او مثلا قبل ما تطلب الحاجه نسال الاول في ولا ما فيش، فنبتدي نشوف طب في، طب هينفع، طب ما فيش، طب البدايل. فبالحال ده احنا بقينا كلنا ده حالنا دلوقتي. فطب ليه ما ندورش على البدايل في مجال الكروشيه كمان؟ انا دلوقتي بخاطب فئتين، الفئة اللي عاملة مشاريع من الكروشيه وبتبيع وجروبات للبيع، فطبعا حلهم وقف، لان الناس بدل ما اروح اشتري شنطة ب 400 500 جنيه كروشيه، لا، طب ما هي المحلات بره بقت بتجيب كمان المنتجات الرخيصة. فالناس دلوقتي ما عادش فارق معاها الكواليتي قوي والرخص قوي من الحاجات، ان يكون شكلها حلو ما يهمنيش قوي. يا كواليتي، انا برضو ما بقللش من شغل حد. انا اقصد ان بقى في الناس النهارده بتروح للبدائل الرخيصه، وده غصب عنهم وده حقهم. يعني هم من حقهم ان هم يعملوا كده. فمحلات بره بقت تعمل بدائل في الحاجات، المنتجات الجلديه مثلا، في الحاجات العروض، تمام، لان بيبقى عندهم كميات كبيره، فيقولك العرض ده يشيل ده، يعني ده هيشيل ده، حاجه تشيل حاجه. يعني احنا طبعا مش هنقدر نعمل كده، احنا بنبيع بالقطعه. حاجه كمان، الناس بقى اللي هم بيعملوا لاولادهم، فبقت برضو انا هروح اجيب لبنتي فستان هكلفه خيط مثلا 200 جنيه، طب ما هو بره في حاجات ب 100 و150 جنيه. وكمان في محلات انتشرت بشكل رهيب، محلات البالة والاستوكات وبواقي التصدير. لو عندكم في مناطق، يعني كل واحد يشوف في منطقته كده كم محل فتح بالة واستوكات وحاجات تصدير بربع ثمن المصري، يعني بربع ثمن الحاجات المتصنعة في مصر. فطب انا ايه اللي يخليني اروح اشتري حاجة زي كده وانا قدامي الحاجة بربع الثمن، واتعب عينيا واتعب وما اني فيها؟ طبعا مش كل الناس متاحة قدامهم ده. فاحنا برضو عشان بندور على بدايل رخيصة، يعني انا بدور على بدايل حلوة ورخيصة وان انا اقدر اشتغل. فاحنا هنعمل كده زي كامبين كده او حملة، ان احنا هنشتغل على اعادة التدوير الفترة اللي جاية دي. هعمل اعادة تدوير لحاجات عندي، والموضوع سهل جدا مش صعب
خالص، وانا هشرح لكم ازاي. اولا لو انا بشتغل في البيت لنفسي ولولادي يبقى الموضوع سهل جدا وبسيط. اي حاجه انا كنت شغلها قبل كده، دي مثلا حاجه انا كنت شغلها من 10 سنين تقريبا او اكتر، تمام، الخيط بتاعها كان هيمالايا حلو جدا، صغرت على بناتي الاثنين فما عادتش نافعه لحد فيهم، فانا هفكها واعملها حاجه تانية. طالما الخيط محافظ على رونقه ومحافظ على شكله ومحافظ على وضعه، يبقى مفيش ما يمنع ان انا افك واعمل حاجة تانية بيها. حاجة كمان، تداخل القماش مع الكروشيه، تداخل القماش مع الكروشيه رائع جدا لما يتوظف صح. انا كنت عاملة معاكم من فترة كده الكروب توب ده، تمام، وقلت لكم انا احتمال اشبكه في قماش، وانا فعلا شبكته في قماش. عايز اقول لكم ان هو على الطبيعة وهم جدا، هو فستان طويل، دريس طويل وفي فتحتين من الجنب، هو دريس مصيف. للمصيف دي كانت قماشه عندي، وديتها للراجل بتاع حد بيصلح، مش حد بروفيشنال يعني، مش حد بيخيط يعني، قلت له بس تعملها لي. انا قصيتها من الجنبين وقلت له بس تقفلها لي من الجنبين واعمل لها استك، وعمل لها استك وانا ركبتها. وبقى دريس انا عايزه اقول لكم شكله في اللبس تحفه جدا، هحاول احط لكم صوره يعني، بس هو ايه يعني، طبعا حاجه يعني مصيف فمفتوح يعني، تمام. فدي كانت قماشه عندي، مش لازم تبقى قماشه عندك او تشتري او يعني اروح اجيب قماشه، ما عنديش قماش فمش لازم اروح اشتري، هقول لكم بدائل تانية برضو. ده مثلا كان دريس عند بنتي وانا بحب لونه جدا وصغر عليها جدا، تمام، كان فكيت النص اللي فوق، اوكي، وانا برضو مستنية اعمل له حاجة بكروشيه واشبكه فيها بحيث ان هو يرجع تاني درس او حاجة تبقى تتلبس. برضو هعمل دي بالاستك عند نفس الراجل بالاستك، وهعمل فيها شغل كروشيه من فوق. فدي لو عندك فستان قديم بتاع بنتك، بلوزة قديمة، والله لو عندك حتى شميز تي شيرت قديم وفكيتي قصيتي الجزء اللي فوق بس بتاع الكمام واشتغلتي عليه كروشيه، هيبقى عملنا حاجه جديده لولادنا. مش لازم يعني، ما هو برده الولاد من حقهم يحسوا ان احنا بنشتري وبنعمل وبنجيب، ما يبقاش الموضوع يعني ضيق قوي. فدي بدائل حلوه برده. دي برده كان دريس، وبرده الصدر اللي فوق مش عاجبني ففكيته، فكيت الجزء اللي تحت وهو برده لونه جميل جدا، فبرضه فكرت اعمله، يعمل له حاجه بالكروشيه، يا اعمل له من فوق هوديه للراجل ويعمل له كمر كده وتبقى جوب او يعني جيبه، تمام. ففكره اعاده التدوير، ما ترموش حاجه، احنا في وقت دلوقتي ما نرميش حاجه. ده شورت انا كنت جايباه كده لبنتي، وكان هو شورت انا جايباه كده، بس بعد ما جبته طب ما يتعمل يعني، ممكن نعمله حاجه من عندنا، شورت جينز، بنطلون جينز قديم، وهفكه هقصه وهعمل له خياطه يعني زي كده بارزه، والجزء ده ممكن اي قطعه جبير عندي او اعملها بالكروشيه، ممكن اعملها مربعات، ممكن اعمل له الجيبين ورا مربعات جراني. يبقى انا غيرت شكل الحاجه 180 درجه، تمام. ده بالنسبه لللبس. في افكار تانية كتيره قوي، زي مثلا ان انا اعمل كروب توب للبنات بتوع الجامعه يلبسوه فوق الشميزات. اولا هياخد كميه خيط قليله جدا، مش هياخد خيط كتير، مش لازم اعمل في الوقت الحالي مش لازم اعمل بلوزه كامله، يعني مش لازم اشتغل بلوزه كامله خالص، لان بلوزه كامله هتاخد خيط كتير والخيط غالي، فمش لازم اعمل بلوزه كامله، ممكن اعمل نص بلوزه زي ما انا قلت لك، نص الفوقاني مثلا والتحت تي شيرت، من تحت تي شيرت كروب توب واعمل تحت منه شميز، اي كروب توب بقى، اي موديل تختاريه. هحط لكم برده لينكات يعني صور وحاجات تنفع تتعمل حلوه جدا وتنفع تحتها شميزات، مش لازم الحاجه ان الموديل لابسها مثلا على العريان او على المفتوح فنلبسها احنا كمان كده، لا احنا بنغير في شكل الحاجه يعني، انا ممكن البسها والبس تحتها شميز، تتلبس تتوظف تي شيرت مثلا نص كم، في حاجات كده، او تيشيرت بكم، ممكن يعني في افكار كتير. بالنسبه بقى للناس بتوع الشنط، بالله عليكم بلاش الشنط اللي بالفريمات دلوقتي
يعني ايه الفريم لوحده ب 80 جنيه و 100 جنيه، وفي حاجات فريمات بتبقى اغلى من كده. يعني بتوع الخيوط هيزعلوا مني، بس بلاش دلوقتي. يعني لو انا هشتغل في الشنط، ادور على موديلات شنط بدايل عن الشنط اللي بفريم، لان هيعلي تكلفة الشنطة معايا قوي، وهيعلي تكلفة المنتج معايا قوي، وفي الوقت نفسه مش هعرف ابيع. طب ادور على ايه؟ ادور على البدائل الرخيصة. زي ايه؟ زي مثلا المربعات الجراني. لو ما بتحبوش المربعات الجراني، انا عاملة ده، يعني ده لسه اخر حاجة انا عاملاها. وعايزة اقول لكم، انا كان معايا في المصيف، هي مجرد ان ايد بتركب اهي، ممكن تتشال. انا كنت عامله له حلقه واحده، لان انا بحطه في الشنطه، بشبكه في الشنطه. وعايزه اقول لكم كان واخد كل حاجه تمام اهو. عايزه امسكه كبورتوفي، عايزه اعمل له ايد، اللي هي الايد الواحده اللي هي بتتعمل من هنا ديت، ويتمسك منها. اقصد فكره ان انا ممكن اعمل مربعات مثلا من بواقي خيوط عندي، ممكن اعمل استخدم خيط خيش، الخيط الخيش خفيف فما بيوزنش، فالشنطه مش هتبقى تكلفتها عاليه معايا. ممكن استخدم خيط مكرميه فرنساوي، تكلفته برضو خفيف ومش غالي، وخفيف ومش هيوزن معايا. يعني الشنطه مش هتلاقيها مثلا عامله كيلو مثلا، لا هتبقى تكلفته قليله. ممكن زي ما قلت لكم قبل كده، انا بعمل ريسايكلينج لحاجات كتير قوي. يعني عندي شنطه مثلا هرميها، باظت اتقطعت، بشيل الايدين واشيل الحلقات واشيل اللي مش عارف ايه، واكوم كل الحاجات دي عندي. بتيجي تنفع بقى في وقت زي دلوقتي، مش عايزه اشتري خامات، الخامات غاليه، اروح مطلعه من الحاجات اللي موجوده، الستوك اللي عندي، وابتدي استخدمه. عندنا بدائل خيوط كتير قوي، خيط القطن كمان في الشغل حلو قوي. الخيوط الاستوكات حلوه جدا، لا يعني ممكن تشتغلوا خيط استوكات بدل الخيط الستاندرد. مثلا في استوكات كوتون جولد حلوه جدا، بتبقى زي كوتون جولد بالظبط. في ستوكات اليز ديفا بتبقى حلوه جدا، في خيوط مصري كواليتي بتاعتها حلوه جدا. فمش لازم استخدم خيوط غاليه، ممكن استخدم البديل بتاعها الستوك ارخص شويه. برضو في الشنط تاني زي ما قلت لكم قبل كده، بلاش الفريمات، حاولي تستخدمي خيوط خفيفه وزنا، عشان ما تبقاش الشنطه وزنها كتير فتبقى معاكي تكلفتها اعلى. بلاش الموديلات الكبيره الحجم دلوقتي، خلينا في الحاجات الصغيره الخفافي اللي تبقى سعرها خفيف ولطيف وعلى قد الايد، وتبقى يعني ايه افيلبل لكل الناس. يعني اقدر اعمل انا لبنتي لو عندي شويه خيط صغيرين مثلا زي كده تمام، ومعاهم شويه خيط تانيين، اقدر اعملها شنطه كروس مثلا صغيره للموبايل على قد المحفظه والفلوس والحاجات دي، حاجه صغيره كده تمام. فتبقى الموضوع بلاش الشنط الكبيره دلوقتي اللي هي بتاعت الليدي بقى والخروج. طبعا اللي عايز يعمل يعمل، انا بتكلم في الجروبات بتاعتنا هتمشي، في لو هعمل لولادي هيحبوا الحاجات دي قوي، بالذات الشنط. لو في شنطه مثلا متقسمه جيبين مثلا او حاجه، بتبقى عمليه اكتر كمان تمام. ان شاء الله بعمل لكم موديل زي كده قريب، يعني الحاجات الصغيره. فنركز على الحاجات الصغيره اللي ما بتاخدش كميه خيط كتيره، وما بتاخدش ماتيريالز كتيره. عندي شنطه قديمه افك الايد بتاعتها، هقول لكم على فكره كمان انا بعملها حلوه جدا. الايدين دي انا عندي ايد مثلا كحلي، وعندي ايد بيج، وعندي ايد سلسله. انا عايزه اقول لكم ان الايدين دي بشيلهم واحطهم في اي حاجه. يعني مثلا هوريكم حاجه تانية، ثواني كده. بصوا يعني انا بحب قوي المقاسات دي، انا بستخدم دايما المقاسات الصغيره دي. فبصوا عندي مثلا الايد دي بشيل، ممكن اشيل كده خالص الحلقه كلها، اللي هي الحلقات اللي هي سهله الفتح تمام اهي، واستخدمها كبورتوفي، واخد الحلقه سهله الفتح اركبها هنا مثلا تمام. مش عارفه ادخلها دلوقتي، بس يعني الفكره اقصد ان انا ممكن استخدم دي، انا خارجه النهارده بدي، هاخد الايد اركبها هنا، وممكن اخد الايد الكحل دي اروح مركبها هنا تمام. فممكن يبقى اتنين ايد معايا العب بيهم كتير جدا جدا جدا. دي برضو حاجه من الحاجات اللي بتوفر معايا في شراء الخامات. الموديل ده برضو انا كنت عاملاه للمصيف، عايزه اقول لكم انه كان تحفه جدا. اولا من جوه حلو، حجمه حلو، كان واخد برضو الموبايلات، غير بقى شنط الصبح بتاعت الكبيره بتاعت البحر وبتاعت اللي بنحط فيها الفوط والحاجات دي. لا الموديلات دي لبعد الظهر صغيره وحلوه جدا. انا كنت بحب دايما اخرج ماسكه ده في ايديا كده، بس مجرد ان هو كده انا كنت عامله له دي كده، وبخرج بيه كده
يا دوبك فيه الموبايل وفلوس بس. فالموديلات اللي اشتغلوا على الحاجات اللي زي كده، اولا ما بتاخدش خيط كتير، ما بتاخدش وقت كتير، تكلفتها مش عاليه، هتتباع بسهوله لانها سعرها حلو يعني سهلة وخفيفة، فتقدروا تبيعوا منها أكتر من قطعة. كان في ناس كمان بيقولوا لي إن مفيش إقبال على المعارض والحاجات دي اللي هي الأوبن داي والمعارض الكبيرة والحاجات دي. طبعا الأسعار بتاعت الحاجات دي بقت غالية جدا، يعني عشان أحجز مثلا ترابيزة في أوبن داي ممكن تدخلها مثلا في 700 جنيه في اليوم أو حاجة، تمام؟ وده كمان في أكتر من كده. طب انا مش هقدر يعني افورد ده دلوقتي، مش هقدر يعني على التكلفه دي دلوقتي. فاحنا في حاجه، حل تاني سهل ممكن نقدر نعمله، ان احنا نقدر نعمل شير. يعني ايه شير؟ يعني نقدر نتشارك. انا مثلا انا بشتغل كروشيه، واحده صاحبتي بتعمل تطريز، هنتشترك انا وانتي في ترابيزه واحده، انا هدفع جزء وانتي هتدفعي جزء، انا هدفع ونقسم الترابيزه علينا بالنص، انتي حطي حاجتك وانا احط حاجتي ونشتغل وندخل احنا الاثنين مع بعض، كل واحد بقى ورزقه، ده بتاعت ربنا يعني. هي باعت انا بعت وات ايفر، ولو احنا الاثنين اصحاب قوي بتوع كروشيه وبنحب بعض، وهي مثلا بتعمل شنط وانا بعمل لبس، هنخش برضو مع بعض، هي تبيع حاجتها وانا ابيع حاجتي، ونتقاسم برضو الايه الفلوس، تمام؟ دي برضو فكره حلوه جدا. ممكن كل مجموعه بنات مثلا من اي محافظه يشتركوا مع بعض، او من اي منطقه مثلا يشتركوا مع بعض ويدخلوا في اوبن داي مثلا، او يعملوا حاجه زي معرض لهم لوحدهم. يعني مثلا احنا هنا في المحله ممكن اشوف البنات بتوع المحله ونعمل معرض مثلا كبير، نشوف ايجاره كام ويتقسم علينا. في افكار يعني ممكن نفكر بره الصندوق. بس ايه الحاجات اللي هتتباع؟ يعني بفكر انا لو داخل معرض ايه الحاجات اللي هتتباع؟ مش هدخل بشنط كبيره بقى وفخمه لا 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 لا، الكلام ده مش هياكل مع الناس دلوقتي خالص، لان تكلفه الحاجات دي غاليه جدا وهتبقى مكلفه وكتيره، ومش هتلاقي منها يعني المقابل اللي انت عايزاه، صح؟ لكن الحاجات الصغيره الخفيفه دي اولا ما بتاخدش وقت في شغلها، فتقدري تعملي عدد منها قطع كبير، وتقدري تعملي منها فرايتي زي ما انتم شايفين انا عامله منها فرايتي كتيره جدا. يعني في حاجات اهي موزايك، طبعا دي انبعجت من ان انا يعني حطاها مركونه كده، تمام؟ الحاجات دي الصغيره دي بيبقى في منها فرايتي حلو جدا، وتقدري بقى تستخدمي منها يعني تعملي منها كتير، وهتلاقي بقى الطلب عليها كتير لانها مناسبه وسعرها حلو. الجراني كمان من بواقي الخيوط حلو جدا، يعني تقدري تعملي حاجات من مربعات الجراني من بواقي الخيوط اللي عندك في البيت، لو انت عندك بواقي خيوط تقدري تعملي منها من بواقي الخيوط. فدي بعض الحلول كده اللي انا يعني فكرت فيها، ولو انتوا عندكم حلول تانية قولوها لي في الكومنتات، وممكن ما يبقاش ده يعني اول فيديو اخر فيديو، ممكن يبقى فيه سلسلة من الفيديوهات زي دي ان شاء الله. لو لقيت افكار تانية جديدة ولو لقيت حاجات تانية جديدة ممكن اشاركها معاكم. فيا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب لو حد عنده اي مشكلة يكتبها لي في الكومنتات ونحاول نحلها مع بعض، تمام؟ باي باي، وربنا يوفقنا كلنا ان شاء الله.